صحتكم بالخير وعلى سلامتكم ومرحبا بكم من جديد. هاني رجعت لكم اليوم بربي ان شاء الله، ونتمنى باللي راكم في صحة جيدة وما عليكمش مع هاد السخانة هادي. ونتمنى تاني اللي عندهم وليداتهم عقبوا الامتحانات ربي يفرحهم ونجحهم، واللي داو البيوام نتمنى لهم النجاح في الدراسات نتاعهم. ونقول لكم كل شيء مبروك لوليداتكم والعقوبة ان شاء الله اللي مازالوا، ربي يفرحكم ان شاء الله بوليداتكم اللي ان شاء الله راحين يديوا الباك، وربي ينجح وليدات المؤمنين بكل. هيا بسم الله، اليوم راحين نديروا خالتي البطاطا. البطاطا هي صار يعني انا عندي انا كي تعدد البطاطا ما كانش في الدار، تبان لي انا كل الدار راهي فارغه. والطبق هذا راهو طلبوا مني شعيب روك، قال لي ديري لي البطاطا المشرمله. كاينين وحايد يقولوا لها بطاطا المشرمله، وكاينين وحايد يقولوا لها برانيه. هذا باش ما يديروا ليش التعليقات، كيف خاطر كاينين بعض الاحيان عباد يقولوا لي هذيك ماهيش اسمها هكذا. هذه البطاطا متكونه بطبيعه الحال من بطاطا، لحم، عجل، فلفل كحل، حمار، ملح، كمون باش نداويو اللحم ونداويو البطاطا، بصله، دبشه للتزيين، طماطم مصبره، قريبه فلفل حار، زيت، وماء المريق. هيا بسم الله نبداو. بسم الله بدينا وعلى الرسول صلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا نحطوا البصلة ونحطوا كمون والثوم والملح، هذيك اللي قلتكم نديرها انايا كل عام نديرها باش العولة تاع العام. ندخلها شوية هنا باش تجي السبن كي تتقلى، راني شوية شقيتها منا. نديرو لها بسم الله صبيبة زيت شوية برك، بما ان البطاطا من بعد نقليوها باش ما تجيناش ميدمة، وشوية فلفل كحل، وشوية ملح، بما ان هذا ومالح، وحمار حلو ولا حار كما نتوما نتوما والذوق نتاعكم. صبيبة ماء ميها بسم الله، نحركو مليح. وبالمناسبة كاينة وحدة دارت لي ملاحظة ما نقدرش ما نجاوبش عليها، قالت لي باللي الحاجة كي قاعدة تغلطي في الجان هادو وكيفاش تقولي باللي المفرمسة راهي قسنطينية. يا بنتي انا مانيش صغيره، مانيش بنت البارح، وانا هاد الاطباق اللي قاعده نقدم لكم فيهم وقاعده نعتلكم فيهم مانيش قاعده نجبد فيهم من راسي، راهم حوايج اللي نط عليهم وكبرت عليهم وترعرعت عليهم وحليت عينيا ولقيت ويل امينتي الله يرحمها دير فيهم. لو فرمسه بنتي راهي قسنطينيه، بالكش نتوما في الصيف تاني ديروها. كاينين اطباق كيما التشخشوخه كاين يديروها في بسكرا، كاينين يديروها في تاع الزفيطي هذيك ولا ما عرفتش شنو هو هذيك ثاني تشخشوخه. كل مدينة وبصح المفرمسه راهي قسنطينيه بنتي، ملي نات الدنيا والدين يديروها قسنطينه وما يعرفوا لها غير ما ليها. دونك ما تقولي ليش انك تغلطي في لي جون، انا مانيش قاعده نغلط لي جون والله لا يوصلني باش نتمسخر بلي جون. او كونطخيغ انا نعتلهم في الحوايج تاع بكري ونعت فيهم بنيه صافيه
وي سون اوكون اغيغ بونسي. هايا ربي يسامحك. هايا دوكا نحطو نقليو. لو كون قلتي لي المفرمسه ماشي قسنطينيه والله نستقبلها، بصح باش قلتي لي اكيد تغلطي في لي جون صار يعني شويه كبيره. كيفاش انا نغلط لي جون؟ مانيش باصه. ودركا لو طون اللي هي قعدت تتقلى نحكي لكم على واحد اللقطه صارت لي انا. جاتني لالا الله يرحمها، الله يرحمك لالا، ني جبتك في نهار اليوم الله يرحمك ويجعلك في الجنه، ني جبتك في العواشر. جات عندي مالا واش ندير واش ندير الغداء واش ندير واش ندير واش ندير. رحت للكوزينه هي قاعده في الصالون وانا درت نصبت الغداء، درت هادي بعدا وهي عيطت لي قالت لي ما بنتي رواحي واش قاعده ديري. انا قلت لها لا والله راني ندير في الغداء. قالت لي واش درتي لنا غدا اليوم؟ قلت لها درت بطاطا. قالت لي اما بنتي قعدي قعدي هنايا قدامي نحكي لك على قصه البطاطا. قعدت انا قدامها قالت لي شوفي يا اما بنتي، بكري واحد المراه تزوجت رحت لبيتها، هذاك الراجل ملي راحت وهو يوكل فيها غير يجيب لها غير البطاطا، الغدا بطاطا العشاء بطاطا الغدا بطاطا. المراه زهقت مسكينه كرهت من البطاطا. جاتها واحد الفكره في راسها وقالت لك انايا لازم نبدل. قالك بدل المراه الصراح. قالت والله نروح من عنده نروح نشوف واحد اخر بالك شي يوكلني الخير والخمير. راحت بدلت براجل واحد اخر اسيل لالا، راحت معاه تشوف المخلوق ثاني يدخل بالشكاره تاع البطاطا، بطاطا الصباح بطاطا العشيه. هز الحبه تاع البطاطا وتقشر فيها وتهدر معاها. قالت لها يا البطاطا يا اللي بطبطيني يا اللي لدار المعشوق وصلتيني، لو كون دريت في البطاطا تلحقني بطاطا الحلال خيرتلي، تساعني لو كون دريت في البطاطا لحقتني، لو كون انا قعدت مع مولاي بيتي الاول خير مقالي دخست عليه ودخست عليا، عليها نزيد نروح نبدلو بواحد اخر. هادي على البطاطا. ها نغطيوها ونخليوها تتقلى تتقلى. في الوقت اللي اللحم يتقلى هام جبت البطاطا قشرتها، دوكا نقطعها نديروها براج كبار خشين ماشي ها هم نقطعهم هكد، هم يجيو هكدا خشين ما يجيوش رقاق. نقطعوها براج براج هاي بروفيتي ديروها اي بنينه ولا غير بنينه طريف كسره ولا الله يبارك تجي. انا هدي ما حبني فيها هاني على هدي درتها لكم، وزاد طلبني داك شعيب روك اوليدي هاني درتها لك، نتمنى تعجبك وديرها ان شاء الله. ها فوزيه اختي يعني درت البرانيه تاع اما الله يرحمها اللي كانت ديرها لنا. انا كانت كي ديرها هذا ناكلو نحط فيه الخبز وناكلو. بسم الله نحكو نحكوها هكذا ندخلو فيها اي تجي فيها طعم الحوت طعم السردينه وطعم من الكمون والثوم. ويعبد اختي باش يبدل شويه ما لقينا ما نديرو، درنا كل شيء درنا التكتوكه درنا الحميص درنا القرصه درنا كسره والبن درنا هذه الكرش باش يعمرها. هايا بعد ما تقلات بسم الله نمرقوها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله.
نخليوها طيب. هاي بعد ما طاب اللحم بسم الله نضيفوا لها شويه طماطم. خليوها تشك تشك ما تجيش فيها المرقة بزاف، ونغطيو عليها بسم الله يا ربي. بسم الله ودركا نحطو نقليو البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نهزوها بالحبة حتى هي تبقى في الماء، يكون نحطوها نقلبوها ضربة وحدة غادي يطيح الماء فيها الزيت. هاي ما بيزمان البطاطا قاعدة تتقلى نرميو الكريب تاع الفلفل الحار. هاي بعد ما قليناها وكي تقليوها حمروها وما تشطفوهاش، صار يعني باش تجي طايبه، خاطر كون تشطفوها تبقى من الداخل خضراء تجي مقزله. بسم الله هاي تجي هكذا لاصوص، تجي هكذا خاطره تجيش مشننه. بعد ما دركا نرميوها في المريقة تتشرب. بعد نخليوها تهز الغلية يدخلها الدواء ونطفيو عليها. والان هاني نقدم لكم طبق البطاطا جربوه او اقتصادي وبنين ولا غير بنين، جربوه ولا ما تندموا عليه وتاكلوه بالصحه وشهيه طيبه. ونتلاقاو في فرصه ان شاء الله مقبله، ان شاء الله قبل العيد بربي ان شاء الله. هيا مع السلامه وصحه غداكم.